مرحبا، معكم صوفيا خبيرة تجميل من البحرين. راح أسوي معكم هذا اللوك وراح أقول لكم كل الأشياء اللي استخدمتها. وفي شغلة أنا وايد 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 مستانسة إن أخيراً انضميت مع أسرة بوتيكات، وهالشي وايد وايد أسعدني. فخلينا نبدأ. أول شيء راح أستخدم هذا البرايمر من ميك أب فور إيفر، راح يهيئ لي البشرة وتكون مستعدة للفاونديشن. راح أستخدم الفاونديشن والكونتور والهايلايت بباليت واحد من ميك أب فور إيفر، هذا صراحة عشقي. راح أستخدمه وأطبقه بفرشة من ريج تكنيك. والحين راح استخدم كونسيلر درجته 31. دائما احب في الكونسيلر ان استخدم درجه نفس لون بشرتي. ليش؟ اذا استخدم درجه وايد فاتحه يقلب على رمادي ويقلب للون غير عن لون بشرتنا. والحين وقت التثبيت، راح اثبت بلوز باودر من شيسيدو على كامل البشره علشان الفاونديشن يتم مكانه ولا يتحرك معانا. لوك اليوم راح اعتمد فيه بس ايلاينر، يعني ما راح احط شادو. انا من عشاق الايلاينر وراح استخدم ايلاينر من لانكوم، بس راح احطه وراح احط رموش. الحين راح اركب رموش من هدى بيوتي رقم 11. وعشان أخلص العين راح أستخدم ماسكارا من لانكوم تكثف وتطول الرموش. أوريدي أنا حاطة لاشز بس تعطي نظرة حلوة للعين. والحين مع أجمل فقرة عندي، فقرة البلاشر. طبعاً راح أستخدم بلاشر أنستازيا. الحلو فيه في كذا من الأكثر الألوان اللي احنا نستخدمها، اللي على مشمشي، برونز، وعلى بينك، فنقدر نتحكم في أي لون احنا نبي. مع ماي فيفوريت صراحة هايلايت أوفرا، يعني جربت وايد هايلايت بس أوفرا صراحة ألوانها واللمعة مالتها وايد عجيبة. راح استخدم من حمرة من لايم كرايم، هي مات وايد وايد ثابتة على الشفايف، وايد روعة. راح استخدم سبراي من اربن ديكي، راح يثبت لي الميك اب وراح يشيل اذا في اي باودر زياده. وهذا كان الفاينل لوك، اتمنى انه عجبكم وان شاء الله اشوفكم في توتوريالات جايه.